لقد لامسنا أجواء الحرب الأهلية على نحو مقلق، هذا ما قاله رئيس الجمهورية اللبناني العماد ميشيل عون في كلمته الافتتاحية في لقاء بعبد الوطني منذ أيام، كلام يتقاطع على نحو خطير مع ما كشفته المصادر الأمنية للميادين وتوقيف أشخاص من مجموعات ساعية إلى إيقاع لبنان في أتون الفوضى. اللافت أولا هي جنسيات هؤلاء العربية من السودان وسوريا وفلسطين، لماذا قد يريد هؤلاء الإساءة إلى بلدانهم أولا قبل لبنان؟ ومن يقرع الفتنة من باب المطالب الاجتماعية؟ يعود إلى الواجهة في هذا الإطار اللاعب التركي، فأنقرة التي يقودها مسارها التوسعي الواضح من سوريا إلى ليبيا وغيرهما قد تكون تطمح إلى أن يكون لها موطئ قدم في لبنان عبر بوابة الشمال تحديدا. العدة جاهزة ويصفها البعض باللعب على وتر المظلومية المذهبية كحام بديل، فإلى أين يمكن أن يصل الطموح التركي الذي ينسب إليه تقديمه الدعم المالي لمجموعات من المخربين؟ وهل هو مستقل أم هو مرتبط بما يرسم للمنطقة من تسويات لموسكو دور كبير فيها؟ البعد الإقليمي حاضر أيضا في التوتر الأمريكي الواضح، فمواقف السفيرة الأمريكية في لبنان دوروثي شيا التي أطلقت الإشارة الأولى لخوض معركة ضد الحكومة بوصفها مدعومة من حزب الله لا تبشر بأي استقرار. السفير البريطاني حذا حذوها في مهاجمة المقاومة، وجميعها مؤشرات لا تبدو السلطات السياسية والأمنية اللبنانية غافلة عنها، ولا سيما في ظل الاستهداف الممنهج للقوى العسكرية والأمنية. لعل توقيف مجموعة المخربين تصب في إطار استراتيجية التصدي الاستباقي والميداني للإرهاب على ما جاء في بيان اللقاء الوطني، لكن مسؤولية التصدي للفوضى والشحن الطائفي تبقى جماعية، وهنا التحدي الأكبر أمام اللبنانيين.